الله لا الافضل ولا ابشرك طال عمرك. لا والله يعني الحمد لله في شيء انت ما تدري عنه، ابشرك انه صار وانتهى. الله يرزقك يفتح لك ابواب الحمد الرزق. لله ابرك ابشرك وش صار؟ جاك شيء تخطب تعرس؟ لا مو بخطبه. اذا 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 سرت بيت ولا هو بيت؟ اذا اذا فتحت لك مشروع ولا هو بعد مشروع؟ والله اني غاس ايدي من يوم انك لابس شماغ وثوب نوم انها علوم. لكن طيب شريت سياره ولا شريت سياره؟ اذا 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 يا ابو سعود انت مسافر خارج المملكه حتستمتع بفلوس التيك توك. ولا بعد ليش اسافر؟ عندي ما شاء الله ابها، وعندي طال عمر الرياض اخذها عرض طول، وعندي طال عمر الحمد لله الاماكن الزينه. اقول سياحه البلد، اقول سياحه البلد ابو ركان ازين من برا الحمد لله. نروح نتمشى ونستانس وامن وامان ونتقضى ايش راح اسافر برا. اذا انت اشتريت ارض؟ لا بالله لا تقول لي. انا اقول لك انا شيء جميل مره، شيء قوي قوي قوي، اقوى من حتى الزواج واقوى من الاشياء هذه. اذا صبرك صبرك. طيب اعطني اعطني خمس خيارات، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. صبرك 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 صبرك. شيء قوي. فتحت مشروع؟ فتحت مشروع. شيء اقوى، شيء اقوى من المشروع. جميل، اقوى مشروع. شريت لك ارض كبيره؟ لا يا ليت، اقوى 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 بشكل مو طبيعي. طيب حلو. دخلت شراكه مع احد؟ انا ادخل شراكه؟ انا ما احب ادخل شريك مع احد. تعرف اني انا زين. انا سويت لهم اخر مره يوم جيتك بشتى، يوم لابس ثوب شتوي اسود، يوم انا سويت فيك المقلب، يوم انت اعطيتني النصيحه تقول انتبه وانا اخوك من الشركات، بغيت اقول الشركه انتبه من الشركات، وانا على طول ماسك النصيحه هنا في راسي من يوم طلعت طال عمرك من البيت السري حقك وانا ماسك النصيحه. لا يا حبيبي، قلت ابو ركان ما هم موجهني الا على شيء. ابو ركان ابو ركان عاصر الحياه معاصر. قلت لا. طيب الله يرزقكم فضل. طيب خلني اعطنا شيء قوي، شيء يعني تخيل عشان اعطيك الخيال. لو شفت سياراتك واملاكك اقوى منها. ما عندي الا خير الله، والله ما عندي الا فضل الله. اللي سمعك يقول عندي الحين 100 مليار. طيب اسمع، خلنا الان ما يهم شفت 100 مليار 2000 مليار هذه ما تهم. طيب اسمعني اسمعني اسمعني، خلنا عشان اسوي عصاره مخي وارجع. اعطني نكته كذا اضحك منها عشان ابدا معك من جديد. ايش؟ اعيش الجو واطلع. ها؟ من يعلمك؟ من يعلمني ايش؟ لا والله من يعلمك؟ انا جاي اعلمك الموضوع. موضوع انا موضوع ايش؟ تقول انت وش الشيء اللي انت اللي تقول قبل شوي تقول ميري وش الشيء القوي اللي انت جايبه وشو هذه؟ لا عاد من يعلمك؟ نكتة والله قسما بالله انا قايلها كذا. يلا سف بالله تكفى خلنا نضحك. والله انا في الصين وقاعد بالحالي وفي الدور 29. يلا ليتني ركبت معك في الطياره يا بركه. الله.